السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذا منزل مهجور، كانت واحد السيدة الله يرحمها كانت ساكنة هنايا، كنت كنجي عندها في الصار، الله يرحمها مسكينة وفلية، الله عايشة الله يرحمها، يجعل قبرها روضة ثمرية ديال الجنة يا ربي في النار.
يعني البيت ماشي دار هكذا قصيرة، بالعكس كانت طويلة، غير دردم تردمات صافي، بقيت عملت هكا أطلال، شاو الناس اللي كانوا عايشين هنا ونشوف، كتبقى غير الذكريات ديالهم، الله يرحمهم ويغفر ليهم. دابا كيما قلت لكم ماشي راه قصيرة، الإبرة طويل، شوف هاد العرلم ديال التراب شو شحالها، عامر بزاف بحكم أنه تردمات السقف تردم وبقى هكاك هادشي في العوامل الطبيعية. الله يجدد عليها الرحمات. ما كتشوفوا معايا هذه راه الجلبانه، الجلبانه هذه هي عاد كتكبر شي هي شجرة الخروب. أنا ما أعتقد هذا اللي ما كتولدش جي، يمكن دكار هذه. هذا حق الفول، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله، 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 اللهم بارك.
مزيان طيب ما شاء الله يا سبحان الله.